وأنتقل معك سيد العميد وضيفنا الدكتور أحمد إلى محورنا الآخر أيضا للمخاوف الأمريكية وتصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بخصوص أيضا انتشار إيران وميليشياتها على الحدود الأردنية السورية، وذلك أيضا في تصريحات له في معهد هوفر الأمريكي، وقال إن هناك إن وجود روسيا في جنوب سوريا كان مصدرا للتهدئة. أيضا دكتور أحمد، كونك يعني خبير في الشأن الإيراني، أيضا هذه التصريحات وتخوفات للمملكة، هل بالفعل إيران أصبحت أكثر انتشارا على الحدود السورية الأردنية؟ طبعا أصبح معلوما للجميع أن هناك انسحابات روسية نتيجة الحرب في أوكرانيا من الجنوب وبعض المناطق الأخرى في الساحة السورية، بالمقابل هناك إحلال مكانها من قبل الميليشيات الطائفية الإيرانية ورحلات الثور الإيراني. وهذا الموضوع خاصة في منطقة الجنوب بالقرب من الحدود الأردنية يتخوف منه كثيرا العاهل الأردني وأيضا الوضع الأردني بشكل عام، وندرك تماما أنه أول من نوه منذ سنوات إلى الخطر الاحتلال الشيعي في المنطقة هو العاهل الأردني نفسه، بمعنى أنه كان يدرك خطر ذلك على كيانه، كيان الأردن الذي هو بالتأكيد هو بالأساس موجود في مواجهة العرب إن صح التعبير، بين ليفصل بين العرب وبين إسرائيل. نعم. بغض النظر عن هذه المسألة، لكن أنا بتصوري الآن هو اليوم الأردن يتخوف كثيرا من ذلك، لكن لا أعتقد أن المسألة ستذهب لأبعد من ذلك، وليس من مصلحة إيران اليوم أن تتدخل في الشأن الأردني بأي طيب. حال من الأحوال ليس من مصلحتها، لأنها أمام مسألة هي أهم بالنسبة لها، وخاصة المسألة النووية والاتفاقات التي لم تنجز بعد، وما زال هناك الخلافات الكبيرة بين الإدارة الأمريكية من جهة والإيرانيين من جهة أخرى. طيب، ببقى معي سيد الدكتور أحمد. سيادة العميد، بخصوص انتشار إيران، هل بالفعل بتنا في أمام خطر عابر للحدود الأردنية بالنسبة لانتشار الميليشيات الإيرانية في جنوبي سوريا مع تحتيرات الملك؟ نعم، أنا يعني أعتبر أن هناك غزو مخدراتي من إيراني أسدي شبيحي من قبل الجانب السوري إلى الجانب الأردني. شوف الشيء اللي حدث، لنتكلم بصراحة. نعم. اختاروا يعني مواعيد، اختاروا مواعيد منها في أيام العطل والأعياد، وقاموا بإرسال قوافل إلى الأراضي الأردنية كي تدخل من جهة البادية السورية. طبعا هنا يجب أن يعرف الجميع، لولا مهارة وقدرة قوات الحرس الحدود الأردنية التي يتفاجأ بها الإيراني ونظام الأسد بسد منيع تجاه هذه القوافل التي تدخل، لكان نفذ هدفه الإيراني والسوري باتجاه الأردن. لدى الأردن قوات حرس حدود تقنية مجهزة بأحدث البيروسكوبات والتلسكوبات والكاميرا وتحديد المواقع والانقضاض عليها. يعني حاولوا أن يدخلوا أيضا بالإضافة إلى الهجوم البري، هجوم مخدرات بري، أطلقوا طائرات مسيرة إلى الأردن وتم التصدي لها. في الواقع طبعا هم يعني يعتقدون، أنا طبعا دققت في موضوع معين. نعم. في أيام عطل ومناسبات وأعياد حاولوا إدخال قافلة، طبعا هذا القافلة ليست مجهود فردي من قبل بعض الأشخاص شبيحة وغير ذلك، لا، هو عبارة عن موضوع منظم من قبل رؤساء فروع المخابرات في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القوات الإيرانية الموجودة في سد العين بالسويداء وانتشار الإيرانيين في مزارع السويداء. هذا الموضوع منظم من أعلى سلطة في الحرس الجمهوري في سوريا باتجاه الأراضي الأردنية، هذا موضوع منظم وخطير يشبه الجريمة المنظمة. لولا قدرة وقوة القوات حرس الحدود الأردنية لنجح النظام الإيراني والسوري في إدخال المخدرات. هم يعتقدون يعني بين قوسين يعتقدون أن القوات مثل القوات السورية، يعني النقاط الحدود عناصر جيش أو شحاطة بين قوسين، يعني ممكن معهم بيروسكوبات صغيرة ومناظير. أما الجانب الأردني طبعا فوت عليهم هذه الفرصة
طيب. وهي ليست أمر سهل جدا، هو أمر خطير خطير. إذا ما كانت إيران تنتشر بهذه القوة في الجنوب جنوبي سوريا، إذا ماذا أيضا يعني نفهم من تصريحات الملك عبد الله الثاني بأن وجود روسيا في جنوب سوريا هو كان مصدرا للتهدئة؟ هل هناك وجود لروسيا بالأصل في مناطق جنوب سوريا؟ العناصر الموجودين لدى الإيرانيين، لدى الإيرانيين هم عناصر يعني هم عبارة عن قطاع طرق، عبارة عن يعني أشخاص بكل يعني يتبرون من الأخلاق والقيم والمبادئ، فقط هدفهم هو جني الأموال، يخاطرون ويجاذفون بأرواحهم وأنفسهم في سبيل الحصول على الدولار. وهؤلاء العناصر يعني أيضا نقطة هامة جدا، عناصر الموجودين في المنطقة الجنوبية كانوا يعطوهم أثناء المعارك قبل التسويات، كان كل عنصر يأخذ حبوب كبتاغون وحبوب مخدرة، وترى العنصر يقتحم باتجاه الموت، وكأنه طبعا فقد الإحساس وفقد الشعور بالخوف والتقدم باتجاه النقاط الحساسة. دكتور أحمد، أيضا هناك أيضا معلومات نشرت أيضا من موقع هنا موسكو نيوز المعارض وأيضا ديبكا الإسرائيلي بخصوص أيضا انسحابات روسية من مناطق الصراع في سوريا وتسليمها إلى أيضا قوات الحرس الثوري وحزب الله اللبناني في سوريا. وقالت أيضا هذه المصادر بأن ما يفسر ذلك التغيرات حاليا في القادة بالنسبة هنا لوزير الدفاع في جيش النظام السوري. هل بالفعل روسيا يعني أعطت ظهرها للجنوب السوري الآن؟ يعني ليس الجنوب السوري، أنا بتصوري قد نشهد في قادم الأيام الكثير من الانسحابات الروسية إذا ما استمرت المعركة في أوكرانيا، وإذا ما استمر الوحل الأوكراني يغرق بوتين، لأن الوضع ليس جيدا بالنسبة للروس في أوكرانيا. قد نشهد مزيدا من الانسحابات، لكن أنا لا أعتقد أنه انسحاب كامل من الجغرافيا السورية، أو بمعنى آخر إعطاء المجال للإيرانيين ليفعلوا ما يفعلوا، لكن هناك بالتأكيد وضع روسي غير مطمئن بالنسبة لهم، غير مستقر. همهم الأساس ليس في سوريا الآن، همهم الأساس في كييف وجغرافيا أوكرانيا التي أرهقتهم كثيرا وأوجعتهم بكل ما تعنيه الكلمة. لكن أنا هنا أود العودة قليلا إلى وضع لماذا الآن اختار العاهل الأردني هذه المسألة. أنا بتصوري تساوقت وجاءت مع الخلافات التي تمظهرت وتصريحاته بالنسبة لأخيه حمزة. يعني هنا أعتقد أنه يريد أن يقول أن الأردن مستهدف أمنيا ليس فقط من الخارج بل من الداخل. حمزة بالداخل يحاول أن يتحرك وليكون له موقف ما، وأيضا بالخارج هناك تهديد إيراني إلى آخره. أنا باعتقادي قضية المخدرات هي مسألة بالتأكيد يشتغل عليها النظام وحزب الله وكل المنشآت الطائفية وإيران معهم، طيب. من أجل تخريب البنية المجتمعية ليس في الأردن بل في الخليج العربي برمته في دول الخليج، هو هذا الهدف، يعني أن تكون الأردن معبراً طيب. للمخدرات بتجاه. لكن دكتور أحمد، ضمن الخسائر العسكرية لروسيا هناك من يتحدث وأيضاً خبراء روس بأن مسألة انسحاب روسيا من سوريا ليست إلا فقط دعاية غربية لتضخيم الانسحابات الجزئية في سوريا. هل بالفعل هي فقط في إطار الحرب الإعلامية والدعائية الغربية على روسيا حتى في سوريا؟ لا، هي حقيقة، هي هناك انسحابات، هذه مسألة يشهدها أهلنا في الداخل، يعني هناك انسحابات روسية من بعض المواقع وإحلال بدلا منها ميليشيات طائفية إيرانية وحرس ثوري إيراني، نعم. هذه موجود وأصبح طيب. حقيقة، ولكن هل هو بحجم كبير بمعنى أن هناك طيب. تفكير روسيا للانسحاب؟ طبعا لا، طبعا لا. أشكرك أيضا ختاما معك سيد العميد بدقيقة لو سمحت أو أقل، بالنسبة لمستقبل اليوم الصراع إذا ما كان بالفعل هناك احتمال خطر يداهم المملكة من قبل الميليشيات الإيرانية أيضا على حدود الأردنية السورية بدقيقة لو سمحت. الخطر هو من نظام الأسد، لأن نظام الأسد هو ذراع إيران، إذا كان هناك خطر على الأردن فبشار الأسد هو. والمواجهة بالنسبة للمملكة كيف ستكون؟ المواجهة طبعا يعني ستكون باتخاذ تدابير احترازية من هذا النظام، يعني لأنه له سوابق كثير في استهداف الأردن والشخصيات الأردنية. وبالتالي بالفعل هل الأردن اليوم قادر على مواجهة هذه الميليشيات كما ذكرت؟ هناك تكثيف لتهريب المخدرات. نعم أيضا نعم بدأت هو فوتوا كثير من الفرص على الإيراني والأسدي والشبيحة بإدخال مخدرات إلى الأراضي الأردنية. أشكر جزيل الشكر العميد دكتور عبدالله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي، وكما أشكر ضيفنا من كان معنا من غازي عتابة التركية الدكتور أحمد مظهر سعد والخبير في الشأن الإيراني، وأشكركم
مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.